السلام عليكم، معاكم مهندس محمود الشاذلي، طالب في الرابعة السنة إن شاء الله. عاوز أكلمكم عن مادة مهمة جدا، هي مادة النقل والمرور. المادة دي يعني تعتبر هي من أهم المواد، لأنها فيها مادة ديزاين بنسبة كبيرة جدا، يعني أنت هتشتغل بيها بره لو أنت تخصصت يعني في مجال الطرق او كده، واحنا ما اكثر الطرق في مصر يعني. فالماده دي تعتبر مهمه جدا، لانها تكاد تكون تطبيق عملي مباشر للماده اللي انت بتدرسها. ايه هي ماده نقل ومرور؟ هي منقسمه شقين، يعني عندك في قسم مرور وقسم نقل. يعني ايه قسم مرور؟ يعني انا عندي ان انا ببدا اعمل حصر للعربيات، وايه خصائص المرور؟ يعني انت عندك مثلا ماشي في الطريق في الشارع، عندك في مثلا ترافيك اللي هي الترافيك سيجنال، اشارات المرور، عندك الطريق اللي انت بتمشي فيه وبتبدا ان انت بتدرسه، بتبدا تدرس عدد العربيات اللي ماشيه على الطريق، بتحصر على العربيات، وبعد ما تحصر العربيات بتبدا ان انت تشوف سعه الطريق ده وعلاقه سعه الطريق بعدد العربيات اللي انت حصرتها، وبيبدا برضو ان انت تشوف الطرق اللي انت بتحصر بيها عدد العربيات دي. فمن بالطريقه دي بتقدر تحسب كام عربيه بتمشي على الطريق، ومن عند فيما بعد في سنه رابعه ان شاء الله هتبدا بقى ان انت بناء على اللي انت طلعته ده هتبدا ان انت تعمل ديزاين للطريق. يعني ايه ديزاين للطريق؟ هتبدا بقى ان انت تصمم الطريق او تعمل اسمكه وتعمل عرضه وعدد حراته او كده. الترم الثاني ده ماده نقل ومرور المعتمده سنه رابعه معتمد عليها بشكل كبير جدا في الديزاين، فلازم تهتم بيها بشكل كبير جدا وتحاول تفهمها، لانها ماده سهله، هي ماده سهله جدا، مهم انك تفهمها يعني ان شاء الله. وبتبدا بعد كده في المرور بتدرس حاجه اسمها الانترسكشنز، التقاطعات. انت عندك طريق دخل مع طريق، فبتبدا انك تدرس ازاي انك تقدر تعمل اشاره المرور في المكان ده. يعني لما انتوا ماشيين في الشارع مثلا تلاقي اشاره المرور 50 ثانيه 30 ثانيه، فبناء على ايه بتحدد عدد الثواني دي؟ فبتبدا انك تصمم حاجات زي دي. اخر حاجه جزئيه هتدرسها اللي هي الباركنج، ان انت تصمم الباركنج، ان العربيه تركن سواء كباركنج منفصل او ان انت باركنج في طريق في الشارع عموما، اللي هو عربيه اللي هو على جانب الطريق او كده يعني. ده بالنسبه لجزء المرور. بالنسبه لجزء النقل، هتبدا انك تدرس اللي هو ايه هو النقل اساسا. يعني ايه نقل؟ نقل هو انت تنقل بضاعه، تنقل اشخاص، اي نقل، اي نوع من انواع النقل. وبتبدا تدرس عدد العوامل اللي بتاثر على النقل، يعني سواء عدد السكان، سواء الخصائص السكان، سواء اللي هي العوامل الجذب اللي بتفرض عليك انك يبقى في نقل كتير او لا. فبتبدا انك تدرس العوامل اللي بتاثر على عمليه النقل. وفي اخر جزئيه هتبدا بقى تدرس ايه هو الرحلات المتولده، يعني انت عندك مكان كام رحله بتطلع منه، فده طبعا بيتوقف على عدد السكان. وبتبدا تدرس توزيع السكان دول على وسائل النقل، يعني انت عندك مثلا باصات، عندك عربات ملاكي كده، فبتبدا انك توزع السكان على وسائل النقل اللي عندك. فهي مادة كمقبل يعني حاولت تفهمها، وهي سهلة جدا، بس المهم تبقى فاهمها كويس، لأن هي هتفيدك في سوق العمل بشكل كبير جدا. توزيع درجات المادة، يعني عندك 60 درجة في الفاينل و 40 درجة عمل سنة. ال 40 درجة عمل سنة يعني معظمهم أساسا، يعني في جزء كبير منهم على حضور محاضرات الدكتور. يعني حضور المحاضرات مهم جدا، حتى لو كانت الموضوع يمثل صعوبه ليكم لازم تحضرها، يعني لان الدرجه عليها مهمه بشكل كبير، وبيجي منها اسئله في الفاينل بشكل كبير برضه، فلازم تكون حاضرها يعني. بالنسبه للصف الدكاتره، فعند دخول لكم ان شاء الله الدكتور متولي استاذ الماده، وفي الدكتور محمد سعيد. وبالنسبه للمعيدين، صف المعيدين في الباشمهندس محمد نصر، وفي الباشمهندس ابراهيم حسن، وفي الباشمهندس احمد اسامه، وغيرهم طبعا. بس فشوفوا اللي انتوا تقدروا تفهموا منه، وهو هيكون افضل مصدر ليكم يعني باذن الله. الماده يعني هي تكاد تكون كلها مسائل، بس انت يعني ده بناء على الامتحان كان ريتن برضو، الجزئيه دي مهمه جدا، فانت لازم تبقى عامل حسابك ان ممكن يبقى الامتحان ام اس كيو، فهيبدا ان هو يحط لك نقط نظري. النظري ما بيعتمدش على حفظ، مفيش حفظ خالص، المهم تبقى فاهم انت بتدرس ايه، ويعني ايه الكلام اللي بيتقال ده، تبقى فاهم ايه الكلام اللي موجود، انما ما تحفظش خالص. يعني حاول انك تحل مسائل باكبر قدر ممكن باذن الله. يعني ماده امتياز، فعلا ماده امتياز، بس بالتزام. بس مادة مهمة جدا زي ما انا قلت للمهندس مدني، وخصوصا انها بربط بسوق العمل، لانك انت بتنزل سواء طرق او كده، فانت محتاج المادة دي بشكل كبير جدا، لان هي اللي انت بتاخده جوه هتشتغل بيه بره، مفيش فرق خالص. هو كل اللي انت هتحتاجه برامج ديزاين تدرسها مع نفسك، او ان انت تتفرج على الفيديوهات فيما بعد،
وخصوصا برضو جزئيه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي هتخش مشروع في سنه رابعه ناويه انها تخش مشروع طرق، لا مهم جدا ان هو يحاول ياخد البرامج دي في الاجازه عشان هتساعده جدا وهتوفر عليه مجهود وشغل كتير جدا. يعني زي ما انا قلت الماده محتاجه تتذاكر طبعا اول باول، وطبعا اول باول دي كلمه بتسمعها كتير يعني، فهي الفكره انك المهم ان انت تذاكرها فعلا اول باول لانها ماده غداره. يعني مغداره ازاي؟ هتيجي في الاخر هتاخد نص المنهج تقريبا او ربع المنهج في محاضره، يعني ده اللي بيحصل. الماده هتتزنق فيها جدا في اخر اسبوع. الماده يا جماعه الماده كبيره جدا، والدكاتره بتبقى مصره انها تديك الماده، والله لو فاضل ايه هيديك الماده، مش هيخلصها يعني هيخلصها. فالجزئيه دي مهمه جدا لازم تخلوا بالكم منها، لان المنهج لازم تاخدوه كله كامل، فلازم ان انتوا تبقوا اول باول عشان خاطر لما تضغطوا تبقوا قادرين انكم تواجهوا الضغط ده. والجزء اللي طبعا اللي في الاخر ده بيجي عليه، ما يا جماعه مش عاوز اقول يعني ممكن 40% من الامتحان. يعني افضل معيد يعني هو ما فيش افضل، يعني هم الدكاتره المعيدين كلهم مش الستاف ممتاز جدا والله، فبس باشمهندس محمد نصر تقدر تربط، يعني يعتبر من افضل السورسز. ليه؟ لان في فيديوهات تربط المذكرات، فانت هتقدر ان انت تبقى زي ما بيقول اب تو ديت، يعني انت مع الماده تبقى ماشي معاها اول باول، ومعاك الفيديو بتاعك ومعاك مذكرتك، فالدنيا هتبقى لذيذه. حتى لو اتزنقت هتعمل حساب الزنقه اللي في الاخر، ممكن تحاول تسبق مع ان الموضوع هيبقى صعب، بس يعني هيبقى هيسهل عليك. يعني الامتحانات بتكون في متناول الطالب، بس اهم حاجه ان انت تكون قادر انك تكون اب تو ديت زي ما قلت، ان انت اول باول اول باول، عشان خاطر الجزء الاخير بيجي عليه يكاد يكون 30 او 40% من الامتحان، وجزء سهل او جزء ما فيهوش اي حاجه، بس هو الفكره ان هو مزنوق في الاخر يعني. فحاول ان انت تكون خلاص اول باول عشان تقدر تذاكره. والامتحان ما بيخرجش بره المذكرات، يعني ما بيخرجش بره المذكرات اللي موجوده معاكم. وطبعا حضور المحاضرات ممكن يبقى فيها افكار ولا حاجه اكسترا، هي مش قوي الصراحه، بس حضور المحاضرات زي ما قلت مهم جدا. افضل فيديوهات فيديوهات باشمهندس محمد نصر، يعني فيديوهات ممتازه جدا وفيها توضيح وفهم المنهج بشكل كبير جدا. يعني الصعوبه زي ما قلت وهكرر تاني، اللي هي جزئيه ان المنهج بيتزنق في الاخر، لازم تعملوا حساب الموضوع ده، لان المنهج مهما كان حجمه ومهما كنت شايف ان هو كتير هتاخده، فاعمل حساب الجزئيه دي، حاول تذاكر اول باول عشان دي اكبر صعوبه هتواجهها. يعني هو في يعني طبعا، لان هي الماده اساسا عمليه، انت ما بتاخدش حاجه ما بتشوفهاش في الشارع، يعني ما بتاخدش حاجه ما بتشوفهاش بعينك، ففي ربط كبير فعلا. وهتبدا تفهم الموضوع اكتر لو دخلت مشروع طرق او كده، لان هتبدا انك تصمم الطرق وهتبدا تلمس الحاجات اللي انت خدتها فعلا في التصميم. يعني نصيحة عمل، حاول انك تستفيد من المادة اكبر استفادة ممكنة، لان المادة دي مش هتقدر تدرسها في مكان تاني، المادة دي مش هتاخدها غير في الكلية. اي تطور هتطوره لنفسك هو في خلال فترة الترم التاني في بنت سنة ثالثة مدني والترم الاولاني في رابعة مدني، لان هو الفترة دي كلها هي دي المادة اللي هتخليك تبقى متميز في المادة، لان مش هتدرس المحتوى العلمي تاني، وهتقدر في خلال الفترة دي انك تطور من نفسك سواء برامج او كده، عشان خاطر تبقى لو قررت انك تتخصص طرق فيما بعد، انت تخصص طرق يختلف عن تخصص في الانشاءات بشكل عام، فلو اخترت انك تركز في الطرق فلازم تهتم بيها. ويعني ربنا يكرمكم جميعا، واحب ان انا اشكر زجزاج تيم زجزاج جدا على ان هو يعني ساعدنا ان احنا نساعدكم، وان شاء الله بالتوفيق، وربنا معاكم في الترم الثاني، وان شاء الله تخرجوا على خير.